ايه اللي عديت بيه في مشوارك ندمت عليه؟ عندي تفاصيل صغيرة اللي هو يعني مروان انت عملت ألبوم فلوريدا مثلا، قررت وقتها انك تعمل 13 أغنية بشخصية واحدة وبصوت واحد. ندمان بشكل بسيط دلوقتي لو عايز اقوله لا لا مروان نوع جوه الألبوم ده، انت مش لازم تعمل كله شخصية واحدة. بس بعدين ممكن صوت تاني يجي يقول لي طب مروان انت فكرة انك كنت شخصية واحدة وقتها ثبتتك قوي مع الناس في الزمن ده. فبقول تمام. عندي فيديو كليب مثلا بتاع أغنية اتأخرت عليها 8 شهور وبعدين نزل، يعني الأغنية نزلت قعدت 8 شهور أغنية نهاية العالم، وبعدين كنت منزل لها كليب. الكليب ده المخرج قال لي ما تغنيش اطلع مثل، يعني بمثل ان انا داخل بيت ومعايا سلاح وبتاع. لا ندمان، كنت تغني، الناس عايزه تشوفك بتغني، الناس مش عايزه تشوفك في مشهد تمثيل، الناس عايزه تشوفك قصدت الكلام ازاي وانت بتقول. فحاجات كده بسيطه، بس ما عنديش حاجه كبيره اقدر اقول لك لا فاهمه انا ندمان قوي عليها. ايه الحاجه التراجيدي اللي في حياتك اللي تخطيها صعب ما بتنساهاش؟ عندك حاجه عامله كده؟ يعني اعتقد موضوع والدتي بقى كان حاجة مدتها طويلة، فهي مش تراجيدي فاهمة قصدي؟ بس زي أي حد مثلا شاف والده أو والدته في حالة كده اللي هو في مرض مثلا وبتاع واضطر إن هو يكون الشخص اللي معاه، بتفضل دايما عايشة معاك الذكريات كده، لأن أنت ما تستحملش إن حد أنت بتحبه تشوفه متألم. إيه الأمنية اللي حاططها قدامك ومصر إنك هتحققها؟ يعني هتحققها مش هتتنازل عنها أبدا. هتحققها؟ بص انا ما عنديش زي امنيه واضحه كده اللي هو الشيء ده، بس انا عايز ابقى يعني عايز بس في يوم من الايام في حياتي كده اقول قصاد نفسي اللي هو مروان انت عملت في المده اللي انت كنت شغال فيها، في السنين اللي انا دلوقتي اكتف فيها، انت عملت اللي يخليك زي ما انا. يعني انا في طفولتي متاثر بناس معينه اللي هو فلان ده اثر عليا قوي، اثر على شخصيتي، افلامه، افلام فلان او مزيكه فلان او حاجات فن يعني. فانا بس عايز اوصل كده في وقت في حياتي ممكن ده يبقى كمان 20 ان انت تبقى فلان ده بالنسبه لحد قصاد نفسي، ان انا عارف ان انا عملت ده، ان انا عملت اللي انا اكتر حاجه قادر عليها. ممكن ابقى انا ساعتها عندي مثلا يعني ممكن كمان 20 سنه ابص كده على اللي انا عملته واقول مروان لا انت عملت كل اللي انت تقدر عليه، انك فعلا عملت تأثير وعملت شغل انت راضي بيه، سواء بقى حتى يعني مش لازم بس مزيكا. لو انا كمان 20 سنة دي هبص على حياتي واقول اوف انا اخرجت فيلمين مثلا فهبقى مبسوط اكتر، لو مثلت في كام حاجة فعملت يعني حالة للناس، زي يعني دي حاجة ليها علاقة بمصر شوية لان احنا برضو بلد الفن والمزيكا والسينما وبتاع. فانك تتحط كده في حتة العمالقة زي احنا دلوقتي في مصر احنا نجيب الريحاني مثلا، فانت حاسس لوقف ده حد ادى كتير فبيدي، يعني الشغل اللي هو عمله خلاه اتبنى عليه شغل من جيل بعده ومن جيل بعده، فانت بس تقدر تبقى جزء من القصة. ده اللي انا يعني نفسي. عايز تبقى جزء اصيل من قصه فنيه كبيره؟ بالظبط، مش عايز ابقى جزء غربي منها، مش عايز ابقى تفريعه غريبه حصلت واحد، لا انا عايز ابقى فعلا جوه القصه المصريه دي في الفن يعني فاهم قصدي؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه ب 149 جنيه و99 قرش.